رمضان دون أحزان هو شعار حملة التوعوية التي نظمتها المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرق بمركب محمد بوضياف 5 جويلية، بغية التحسيس بمخاطر حوادث الدراجات النارية والدعوة إلى التحلي بأخلاق الدراج المثالي. لاحظنا من خلال الإحصائيات تفاقم ظاهرة تورط الدراجات النارية في حوادث المرور، يعني الدراجات التي تمثل سوى 2% من الحظيرة الوطنية للمركبات ولكنها تتورط في 20% من الحوادث. نظمت القيادة المجموعة الإقليمية الدرك الوطني بالجزائر العاصمة حملة تحسيسية لفائدة مستعملي الطريق تستهدف السواق بمختلف أصناف المركبات خاصة الدراجات النارية، حيث تم تحسيس مستعملي الطريق من مخاطر قلة النوم، التعب، الإرهاق، الإفراط في السرعة، النرفزة والمشاحنات والمناورات الخطيرة. اليوم التحسيسي شهد مشاركة العديد من الهيئات النشطة في مجال السلامة المرورية وفعاليات المجتمع المدني، ممن أشرف على تنظيم ورشات تكوينية لفائدة السواق الجدد وحتى من تستهويهم خوض تجربة الدراجات النارية. اليوم كان عدة فرق، كل فريق راه مختص في ورشة، كان ورشة الخوذة، كان ورشة القيادة، كان ورشة اللباس الواقي. احنا خيرنا الورشة الميكانيكية اللي هي باش نعرفوا مختلف دراجين بمختلف المحركات اللي موجودة في الدراجة النارية، لأنه هذه معلومة قاعدية، لكن للأسف نشوفوا بلي معظم الدراجين اللي راهم يسوقوا الدراجة لكن ما يعرفوش طريقة الصيانة. واحد اللي راهم مورانا هنا ناس متطوعين، دونك كنا هذه في بديناها في 2019 هذه المبادرة، نخرجوا قبل الأذان ندوا الدعم للناس اللي طيحوا بان ولا كاش ممكن أحيانا حوادث بزاف اللي طيح تما، دونك نساندوا بتأمين المكان ونزيدوا ثاني في نفس الوقت ندخلوا عند المصاب، بما أنه عندنا تقريبا كاع دي فورماسيون دو سكورس. مثل هذه التظاهرات من شأنها زرع الأخلاق المثالية لدى مستعملي الدراجات النارية وحثهم على الالتزام بقانون المرور واستعمال وسائل الحماية بهدف التقليل من حوادث المرور.